قال بيتنا بيت الأسرة في المقرن، قال ألف متر فاتح في بنك السودان. بنك السودان بتعرفوا تف الداتف والله. والله كان جينا لمسألة الأحقية، أنا بنظر لبتاع إحنا ده كلهم جو باللواري وجو الجبل اللوري ولا جبل قطر. يا لورا أنا سيد البلد دي، أنا هنا في المغرن أبن عن جد، أنا هذا بيتنا ألف متر هنا في المغرن فاتح على بنك السودان. بنك السودان بتعرفوا دبل لك ولا أمثالك. أنا بقول لك بيت الأسرة هنا في بنك السودان فاتح على حجم فاجو 1000 متر يا وسخ بتاع الحلة. أما تجل إنه أنا ود البلد يا ولد، أنا ود البلد، بقول لك أنا ود المورة اللي أنت ما عارفني. أنا جدودي مدفونين في البلد دي، يعني قمنا في البلد دي، البلد دي العاصمة دي، نحن أولادها وحافظينها وجددناها بيت بيت. والله سعيد الهنان ولا من الجزيرة ولا ما عارف الهنان من الجزيرة، العوالين دي الهنان من الجزيرة. أنت تلعب علي، أنا ود الخرطوم قبل أن أكون داية. تلعب بي أنت يا سافر، أنت جاي من وين؟ قال الله تعالى: والله لا يحب كل مختال فخور. وكيف تفخر ببنك بحرب مع الله سبحانه وتعالى بما يتمارس فيه جريمة أو تتمارس فيه جريمة الربا؟ يا أخي دي مصايب والله الذي لا إله غيره. وأصل شفت لما المادة العلمية بتاعتك تكمل بعد ده بتتم شنو؟ ود الخرطوم وإلى آخره، وتتم حاجات زي دي. بعدين قال لهم العواليك ديل، تكلم عن شنو؟ عن الحلة، الناس اللي تتكلموا فيه العواليك ديل وصابرين عليه ويشتم وينبز. لما نبذ الصحابة وقاعدين قال لهم قال العواليك ديل قايل إني من الجزيرة. الجزيرة دي انت ما قعدت فيها فترة؟ قعدت في بلدنا هنا في رفاعة، ما اكرموك؟ الجزيرة دي ما بيكرموا الناس؟ جزيرة زنيب شنو؟ وما الجزيرة برا البلد دي كلها؟ نحن ما نقول الجزيرة وغير السودان ده كله، والله الذي لا إله غيره اي مكان مشينا في الغالب نلقى اكرام. نمرق نمشي الجزيرة نلقى الناس في غرية هناك في الجزيرة هناك اسمها طيبة كمال الدين. قدر ما نمشي وقدر ما يمشوا دعاة من أخواننا اللي بعرفهم يطبحوا لهم ويكرمون، وديل يمشوا وديل يمشوا، انت ما بيكرموا فيك تسيلون ليه؟ الجزاء والإحسان إلا شنو؟ إلا الإحسان. وتمشي الغريب ما الجزيرة برا البلد دي كلها كده، البلد دي خرباء الصوفية وجماعة الإخوان المسلمين، لكن البلد دي كلها في آخر إلا دعاة الشرك والباطل وأهل الشرك وأهل الباطل وأهل البدع. لكن كلها ما بنقول نحن دي سمحة ودي ما سمحة ودي كذي، ده كلام ذاته بتاع جهل يا أخي. والله الذي لا إله غيره، شنو جاي من الجزيرة وما من الجزيرة وإلى آخره، وأنا الخرطوم وما الخرطوم، والخرطوم ذاته ناسه كم نفر، ناس الأصليين كم نفر، ما كلها جاية من شنو؟ ذات من الجزيرة ومن الشمال والشرق والغرب والجنوب، وكلهم ملمومين هنا. البلد بتنقده إذا فيها شرك وبدع، وبتشكره إذا فيها شنو؟ شيء شرعي، فيها توحيد وسنة وخير. ويعني شنو أنت ود الخرطوم وأجدادك في الخرطوم؟ الرسول أجداده في مكة ودفنوه وين؟ في المدينة. ما رجع عشان الدين من مكة أخرج، وبعد قعد في المدينة ما قال لأهل المدينة أنا ود مكة هناك الحرم قبلة هناك. أنت عندك قبلة في الخرطوم دي ولا عندك شنو أنت؟ بعدين بنك السودان. طيب بعدين لما جو فتح مكة برضو شنو؟ جا راجع شنو؟ المدينة، وجلس في المدينة وبنى مسجد في المدينة قبليه أول ما جا داخل، وأكرم أهل المدينة وأكرموا أهل المدينة وكثير. والزول الداعي إلى الله تعالى ده حاجات زي دي ما يخش فيها. والكلام ده شفت سبب الجهل، ما محمد مصطفى براو كمال الدين الزنادي برضه عنده مقطع في مناسبة بتاع الزواج يعني في الملأ ومسجلة. الجعلين ده كان داير منهم حاجة شكرهم الجعل، والله تدق له ممكن ينط من رأس البيت دقع في الوقت. والعركي شيخه بيحبوا المشيخة والحياة زي دي.
والشايقي ادي والدنقلاوي اهرشو والكاهلي ناسبو ناسبو قال الكاهلي قالوا ناسبو معناها اذا الزول بناسبو ده اللي بينتج ده اللي بينتج وبيجيب ناس يخطهم في البلد ولا شنو يا النفيديه الورا والرد خير له هو عشان يرجع ذاك بالتحديد خير له هو يرجع قال جابوا ناس من الكواهله جابوا مناسبة واحد يتكلم اسمه امون بعد ذاك جابوه في مقطع قال الكواهله ديل جدون الزبيري من العوام وديل ناس رجال وديل ناس كذي ولا الضناقله تعمل تقول لهم كذي والشنو الشايقية كذي والجعلية ديل تراه كذي والإيه كذي أنا ماذا أذكر لأنه أنا ما بتاع دعوة لنعرة بتاعت عصبية لكن الكلام ده باطل والواجب عليهم يتنزهوا من الكلام ده يا خل بدخلك في الكلام ده شنو أنت شنو ديل كذي وديل كذي تدخلك فيها شنو ذاته حاجات زي ودى الخرطوم قال خرطوم من أنا ما عندنا معاه مشكلة إلا يكون شرك وبدع بنحارب الشرك والبدع زيها وزي بلد